وين اخذ احذائك مثل سندريلا طالعانه؟ تعالوا حوديكم الاماكن روعه. وين؟ اليوم الميت سمر بالسويد منتصف الصيف على اساس الاجواء تخبل. تعالوا ويانا نستكشف. تعالوا احذروا كتبوا لي هسه بالتعليقات وين رايحين. تعالوا يلا هلا هذا المكان شوف ايش قد حلو. ايه طبعا ليك شايفين كوخ قديم والله حيهم وماشي شايفين الطبيعة عن جد أجواء بترد الروح. طبعا السويد بالصيف يعني جنة جنة جنة. ليش؟ لأن يعتنون بالطبيعة بشكل رهيب. يزرعون ورود، الأشجار يقلموها، ينظفون، كلش كلش حلو. مناظر ترد الروح حبيبي. بعد جمالك ما في الله. شوف منظرك بس بدي اقول منظرك انت القلوب عن بعضها. حبيبي وين حنروح هلا ريم؟ وين حتاخذينا؟ تعال هسه انا اقول لك مفاجأة. هلا شوف صور اي شنو ها؟ تعال شوفوا وصلنا ريم هنا يا طبعا طاووس هسه ينفش ريشه مثلي مسيطر. الشمس عاكسه على الكاميرا. تعال شوف هذاك الطاووس اعتقد هو الرجال. ايوه فتح ريشه. واو واو يخبل. ما عم تعمل كاميرا فوكس. لازم لو منك الواحد يروح له. اكيد هذا اني نسوان اربع نسوان انا معدد زوجات اربع نسوان عنده. بس شلون هو نفش ريشه بس شلون الواحد يصوره؟ ما فتح الجهاز. شايفين الطاووس؟ لا صفر لي. شايفين هذا الطاووس؟ هارين خلينا نشوف حيوان ثاني. لا صفر لي. هو قال احنا جبناكم نشوف شنو النوع. حديقة حيوانات بس صغيرة. اوكي خلينا نشوف شنو بعد. حابة اشوف حية ريم. تعالي نشوف حية. هي تقدر تصور على شنو نشوفه. الحية ريم ما تنطبق غير على النسوان ما بتصير على زلمة حية. لا اكو حياية رياجيل بروسين. اي حدا على الحية معروفة لمين؟ مو للنسوان؟ زين يعني ماكو ثعبان؟ الثعبان زين ما بصير رجل حية صح؟ لا ثعبان ماكو ثعبان عرضيتك نسميه بالعراق. الرجل عقرب عقرب. ايوه رجل. عقرب وحية ثعبان. انا برجل عقرب. انت حية سودة. تعالي ريم تعالي شوفي الحيوان التالي. حيوان هذا بنلاقي منه من البشر. وينه خلينا نشوف وينه. انا مالي شايف وينه. شو وينه هو شنو على اساس؟ على اساس حصان مو؟ الله الحصان ماكو. ضحكت علينا مريم. الحصان نايم يا جماعه. يا حصان سحور يا حمار. ما في صعب. هارين بدنا دب. حبيبي وين هاي حديقة الحيوان اللي على اساس جايبنا عليها؟ شو ماكو حيوانات؟ مدا اشوف. والله ماكو ضحكوا علينا. شو اسوي؟ ما ادري. هم زين ببلاش لو دافعة فلوس وما لاقي حيوانات كان سوي فيها. في حيوانات والله. وين الدجاج؟ وين الديك؟ اريد اشوف بيض بس لقط لنا كم بيضة هسه. والله ما في ضحكوا علينا. ها؟ طيب تعال نشوف هاي الصراصير. ها؟ الدجاج هناك؟ يا جماعة حيوانات ماكو. اسم الله عليك حبيبي. صح تسلم لي. ما لنا غير هلا نشوف الدجاج. كوكوليكو. الدجاج. خلينا نشوف الدجاج. خلينا نشوف. شو؟ الدجاج. البيت هذا مالتهم؟ لعد كل هاي الحديقة وهذا القدوت البيت ماله. شو هاد يا ريم وينهم؟ ليش مو موجودين؟ والله إلا صيح لهن. يلا ما في. شو ما يطلعون ما حد لا حد يرد. رد
نايمين نايمين تعي. ها هاي الديك. سمعتها بالاوه اوه اوه هذا الديك هذا الديك الشريف. شفت رد علي والله رد علي. عم اقول لك انا العب من وشي. لا انا يقول يلا جاي صبري بس دا ابدل ملابسي. يلا. عاد وذا ماشي ويا كم وحده لهم ترفع ايدك انت الثاني شنو هيك مطلعني اي عاد وذا دا يمشي ويا كم وحده هسه بس شو اسمه يروح للبيت تعال اورجيكم يا شباب يشوف ايش كم ريحه ينهزم لاني بس منظر اي اي هذا يعود الحور العين هذا على اساس هاي انا وانت اي في دول القلب يا ريت عنا كوخ هذا كوخنا حبيبي طوس وزعاطيطنا وينهم؟ سارة تريد تدخن؟ عض الأزرق قاعد ماما ماتت تعال طاووس ارفع انفش طاووساتك تعال تعال يا طاووس واحنا قلبي كيس الما يسكت والبهضة هاني لو قلنا صبحتينا يلا عادي دا غني له بلك الرجال يريد يستمتع بالصيف يرقص صدق كذي ما لقينا يوم حيوانات لا لقينا طاووس حلو بس طاووس شو هذا؟ عادي انت بحياتك شايف طاووس؟ شايف خير الله انا اول مره اشوف طاووس شايف كل شيء انا ها هذا دجاجه ليش حتى شايف كل شيء المفترسين كله كلها عادي بس اكثر شيء اللي هذا اي ديتش مراد وين الديتش؟ هي تعال تصور الديتش روح لقطنا اذا اكو شو اسمه اذا اكو بيضات مبيضين انت يلا الديتش فهذا ديتش ودجاجه ياها شنو اول مره اشوف هيك لون دجاجه مستوردة هاي أوروبية حتى دجاجاتهم شقر هذا دجاج بلدي شوف حتى الديج أشقر هيد البيضة طبعا الملونة الزرقط تبلك أقول لك اللافي وريب ما حبك ما تغار علي يقول لي هذا الديج لا وين بيضاتكم طلعوا شكو بيضاتكم والله أتذكر آخر مرة شفت ديج بحياتي كان عمري ما أدري كم سنة بالعراق نقرني نقرة من ناي شوف الطيارة بالسقف بالسماء وقعدت أغني طيارة كانها شو هذا يركض وينقرني من ناية من هذاك اليوم لهذا اليوم ما شايفة ديتش بحياتي شايفين الأجواء السويدية هذول التراث طبعا اللبس القديم رقصاتهم يحيون كل سنة في منتصف الصيف تحياتنا لكم يا جماعة ولهون بكون انتهى الفيديو لليوم خلصت البلوج مالتنا إذا حبيتوا سوينا هواي لايكات هواي كومنتات هواي بوسات فيديو أروح لكم وإن شاء الله منا ورايح ننزلكم فلوقات تخبل أحبكم وساتيكم لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى يوصلكم أول بأول كل الفلوق اللي نسويه يلا باي